روح من هذا الخبر الى شأن اخر محلي جدا، وانا عارفه انه بيهم قطاع كبير جدا من الناس، قطاع الاسكان، وفكره الناس اللي طول الوقت بتسأل على طرح وزارة الإسكان يعني ليه عدد كبير من الشقق والوحدات السكنية المختلفة. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان ومرافق والمجتمعات العمرانية صرح بأنه سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد لحجز الوحدات السكنية اللي هي عبارة عن 3 غرف وصالة ومساحتها تصل ل 90 متر مربع، اللي هي غرفتين وصاله، وفي غرفتين وصاله اللي هي تصل الى 75 متر مربع. دي بيطرحها صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالاعلان العاشر بمشروع الاسكان الاجتماعي في اكتوبر الجديده وحدائق اكتوبر وبدر والعاشر من رمضان والعبور الجديده والمنيا الجديده والسادات والغردقه. هيبدا امتى بقى؟ هيبدا يوم الاربعاء 31 اكتوبر الجاري، يعني الاربعاء القادم. تعالوا ناخد تفاصيل اكتر من زميلنا العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ هاني يونس المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء. يا اهلا بيك يا استاذ هاني. اهلا وسهلا زميلنا، مساء الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك عارف طبعا الناس بتبقى قاعده مستنيه تعرف يعني شروط الكراسات او يعني سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد، مواعيدها ايه، الاطروحات الجديده ايه، فياريت تدينا فكره عامه كده يا فندم لو سمحت. احنا ان شاء الله يوم 31 اكتوبر الجاري يعني الاربعاء القادم زي انت حضرتك ما قلتي هيبدا سحب كراسات الشروط الخاصه بالاعلان العاشر الاسكان الاجتماعي. الاعلان ده احنا المرحله مقسمينه على مرحلتين، المرحله الاولى فيها ان شاء الله 60,000 وحده سكنيه في المدن اللي حضرتك قلتي عليها، عاملين وحدات 3 غرف وصاله ووحدات غرفتين وصاله، والوحدات الغرفتين وصاله بناء على طلب المواطنين. احنا قبل كده كان الوحدات كلها 3 غرف وصاله، ولكن جات لنا طلبات من بعض المواطنين بيطلبوا فيها ان هم يحصلوا على وحدتين وصاله، ان هم انا مساحه 75 متر دي الحقيقه ما سمعتهاش تقريبا قبل كده او بالظبط. هم دي اطلب المواطنين ان هم قالوا اولا هتبقى تكلفتها الماليه اقل، وفي نفس الوقت هم مش محتاجين لغرفه ثالثه، منهم جزء حديث الزواج او منهم ناس ما عندهمش غير طفل واحد. المهم عدد من الطلبات جاتنا درسناها وبالتالي استجبنا للطلبات دي. الوحدات كلها طبعا زي ما احنا عارفين تشطيب كامل وتشطيبات الاسكان الاجتماعي الناس شافها كلها اللي حضرتك تعرضيها دلوقتي قدامنا في الشاشه. الوحدات في عدد المدن اللي هي برضو عليها اقبال كبير، احنا كلنا كنا بنشوف لما كنا بنطرح في اكتوبر عدد من الوحدات كان بيجي اضعاف الوحدات المطروحه، عشان كده زودنا الوحدات الموجوده في اكتوبر الجديده وفي حدائق اكتوبر، وكذلك في مدن عليها اقبال برضو زي مدينه بدر والعاشر من رمضان، دي مدينه صناعيه عليها برضو اقبال، وكذلك العبور الجديده وفي الصعيد المنيا الجديده، وعندنا في الدلتا مدينه السادات ومدينه الغردقه في محافظه البحر الاحمر. طبعا كلنا عارفين الشروط اللي الاسكان الاجتماعي نص عليها، دايما الاسكان الاجتماعي شروطه معلش نفكر بيها الناس تاني يا فندم. سن المتقدم بالظبط سن المتقدم بيبقى من 21 سنه لحد 50 سنه، واحنا حاطين شروط بنستهدف فيها ان الوحدات تذهب الى المستحقين الحقيقيين من محدودي الدخل، فعشان كده قلنا رقم واحد ان هو يكون لم يسبق له الحصول على وحده سكنيه هو او زوجته في مشروعات الاسكان الاجتماعي او قطعه ارض، او يكون مالك لوحده سكنيه سواء كان بقى هو اشتراها من ماله الخاص او ارث شرعي، بحيث ان احنا اللي خد قبل كده ما ياخدش تاني اي دعوه. صحيح، عشان ندي فرص للناس كلها يا فندم. بالظبط بالظبط، ما يدفعش نقدا مش كده؟ ما يدفعش نقدا. لا ما ينفعش طبعا، لو هو معاه المبلغ بتاع الوحده النقديه يبقى مش محطوط داخل، فبالتالي احنا بنقول ما ينفعش انه يدفع ثمن الوحده النقديه. احنا الدوله صحيح تحط ثمن الوحده على 20 سنه. صحيح، عندنا كمان شرط مهم، احنا قلنا الدخل بتاعه ما يزيدش عن 4,500 جنيه اذا كان اعزب، او 5,900 جنيه اذا كان متزوج. يعني هو معلش تاني يا استاذ هاني، دخله ما يزيدش عن 4,500 لو متجوز، لو 4,200 جنيه، 4,200 جنيه لو اعزب، لو 4,200 جنيه لو اعزب، ايوه، وما يزيدش عن 5,700 جنيه بالنسبه للاسره، يعني لو هو وزوجته الاثنين بيشتغلوا دخلهم مجتمعين ما يزيدش عن 5,700 جنيه دخل الاثنين الزوج والزوجه. بالظبط، عندنا خبرين كويسين، رقم واحد ان احنا عندنا اسبوع في بدايه الحجز هيبدا من يوم 7 نوفمبر القادم وحتى 14 نوفمبر القادم هيبقى مخصص ده ل ذوي الاحتياجات الخاصه فقط لا غير، هم اللي من حقهم يدخلوا بس على الموقع الالكتروني الخاص بالحجز ويسجلوا بياناتهم ويرفعوا المستندات الخاصه بالحجز عشان نديهم مساحه ما حدش يزاحمهم.
ثم هنبدا بقى من يوم 15 نوفمبر لمده شهر اي مواطن اخر ممكن برضه دواء الحياه الخاصه يدخلوا في الشهر ده. فدي ميزه دواء الحياه الخاصه. ده الخبر المهم. طيب الاول في خبر تاني عن جنه مش كده؟ بس انا قبل ما ندخل في جنه انا ليا سؤال. ليه سؤال عند حضرتك؟ اقول حاجه كويسه للناس بس قبل ما اسال سؤالك. الحاجه الثانيه ان احنا لان طبعا سعر الوحده ارتفع المره دي عن المرات السابقه، فاحنا رفعنا كمان الدعم اللي بيقدمه الدوله، الدعم النقدي الذي لا يرد. وحضرتك حافظه زي بالظبط كنا زمان بنقول الدعم النقدي الذي لا يرد يتراوح بين 5000 جنيه وحتى 25000 جنيه لحد اقصى، ده رفعنا الحد الاقصى وصل لحد 40000 جنيه، يعني ممكن مواطن ياخد ال 40000 جنيه كاملين. فبالتالي لو الوحده مثلا ثمنها 25000 جنيه هننزل 40000 جنيه، يبقى هيدفع ال 185000 جنيه بس اللي هيتقسطهم على 20 سنه. تمام يا فندم. طيب انا ليا سؤال عندك يا استاذ هاني. اتفضل يا فندم. انا فاكره السنه اللي فاتت تقريبا كنت حضرتك ضيف كريم عندي في صباح دريم لما كنت لسه بقدم صباح دريم. وفاكره افتكرتها دلوقتي، والله ما افتكرتهاش قبل كده دلوقتي، وحضرتك بتتكلم على السن انه ما يقلش عن 21 وما يزيدش عن 50. انا فاكره في متصل كريم اتكلم على الهوا وسال حضرتك وقال لك يعني يا استاذ هاني لو انا مثلا عندي 51 او 52 سنه وكل الشروط منطبقه عليا بس عندي الفرق ده وانا في امس الحاجه ان انا ادخل في وحدات الاسكان دي، هل ده انا فاكره؟ انا مش فاكره قوي رد حضرتك كان ايه، بس كان ما معناه انه قد يكون، حضرتك ما اديتش اي وعد يعني، بس انه قد يكون هناك يعني اعتبار لموضوع السن ده ان يبقى فيه بس شويه مرونه كده فيه، هل ده وارد ولا لا؟ خليني اقول لحضرتك ان اولا الشروط دي كلها وضعها مجلس الوزراء من فتره، من اول ما بدانا المشروع في 2014. والمشروع اصلا اسمه مشروع الاتكال الاجتماعي لمحدودي الدخل والشباب، عشان كده السن من 21 سنه ل 50 سنه. قلت لحضرتك طب اللي وصل ل 52 او 51 وما خدش وحده سكنيه من الدوله، اولا في برامج اخرى في الدوله بتقدم وحدات سكنيه ممكن يكون اعلى شويه في السعر من الاتكال الاجتماعي. تمام. احنا برضه مخصصين وحدات للمحافظات، اولا لاصحاب الحالات القاسيه والكوارث لا قدر الله، دول بتخصصهم الاتكال الاجتماعي جزء منه يروح للمحافظات تدرس بقى هي المحافظه حالات اللي هي القاسيه او الكوارث لا قدر الله، وتوفر لهم الوحدات زي سيارات السداد. طيب عايز اروح مع حضرتك يا فندم بقى الجنه، مشروع جنه للاسكان الفاخر. ده طبعا كاتيجوري تاني خالص يعني. طبعا انا دلوقتي البيان اللي عندي الرسمي انه من عندي 2542 مواطن حجزوا من 7176 وحده سكنيه في مشروع جنه للاسكان الفاخر. شايفين صوره على الشاشه؟ شوف حضرتك الصور بقى اللي انت حضرتك عرضها دلوقتي، ده طبعا واضح جدا انه مشروع فاخر. ده كومباوند سكني مغلق في امن وحراسه وصيانه. الدولة وفرت هذا المشروع لشريحة القادرين. احنا عندنا بنتعامل مع كل الشرايح ولكن تعاملنا بيكون تعامل مختلف، زي ما بدعم الاسكان الاجتماعي في سعر الارض وبيدفعش ثمنها والمرافق والخدمات وبديله قرض، سوري بديله كمان دعم نقد لا يرد تراوح ما بين 5000 وحتى 40000 زودناه زي ما قلت من شويه، وبياخد فايده من البنوك مش موجوده في السوق خالص اللي هي 7%. اي مواطن لو راح ياخد فايده من البنك هياخد 18 و20%. احنا ده بالنسبه للاسكان الاجتماعي. المتوسط الدخل لدار مصر وسكن مصر بنساند هذه الشريحه بتشوف وحده سكنيه اقل من سعرها السوقي، ولكن بقى في الجنه او في الابراج العالميه الجديده او في ابراج منصور الجديده في وحدات فاخره وبتتمتع بامتيازات عاليه، عشان كده بيديها للمواطن بسعرها الحقيقي ما بياخدش اي دعم فيها. الوحدات دي احنا عملنا المشروع ده اللي هو جنه لاول مره بيطرحه، هو يبقى فيها حمام سباحه في كل كومباوند سكني، يبقى فيه كلاب هاوس. لانه انا هي دي بقى يا فندم البريفليجز او المزايا اللي عايزين نوضح، لانه لما نتكلم على المساحه انا عندي جنه بيبدا من 100 متر، طب ما انا عندي الاسكان المتوسط 90 متر. فالناس هتقول لك يعني ال 10 متر دي اللي عامله فرق يخليه يطلع من كاتيجوري المتوسط للاسكان الفاخر، فكده حضرتك بتوضح في مزايا ثانيه بقى. طبعا المساحه والمميزات يا فندم، اولا الاسكان الاجتماعي مش زي طبعا تشطيب في جنه او حتى دار مصر وسكن مصر. المساحه طبعا مش هي المساحه، الخدمات كمان عندي زي ما قلت من شويه عندي حمام سباحه في كل كومباوند، عندي كلاب هاوس او نادي اجتماعي في كل كومباوند، عندي صيانه وامن وحراسه وذكور بيحط الكومباوند ده زيه زي القطاع الخاص بيشتري القطاع الخاص. الوحدات دي احنا طرحناها
ست مدن جديده على مستوى الجمهوريه. نعم. مقدم في اول 8 ايام مسدد مقدم الحاج ال 2542 طبعا هم زادوا امبارح والنهارده. الوحدات احنا طرحينها زي ما قلت بنظام برضه التقسيط ممكن بعد 3 سنين او 5 سنين او 7 سنين. الوحدات في عدد من المدن برضه اللي هي بتلقى اقبال والمناطق اللي مطروح فيها المدن مناطق متميزه. المشروع احنا ممتد لسه فتره حتى يوم 4 نوفمبر. من يرغب في الحجز عليه انه يدخل على الموقع الالكتروني الخاص بالحجز. انتوا عاملين اسبقيه الحجز للي بيدخل اونلاين يا فندم مش كده؟ بالظبط. ده هيكون بقى الميزه اللي احنا عاملينها في المشروع ده. ما فيش قرعه فيه، ما فيش اي اعتبارات للحجز او للقرعه الواحده والتخصيص سوى اللي هيدخل اونلاين في اليوم المحدد لاختيار وحدته. احنا لغايه 4 نوفمبر بتديك فرصه لاي مواطن ممكن يدخل يدفع بعد كده مقدم الحجز ويسجل بياناته. طيب يبداوا يسجلوا من اول امتى يا فندم؟ يوم 19 نوفمبر بقى، ده هو اليوم الفيصل اللي هيدخل فيه الساعه 10 صباحا. 19 نوفمبر بالظبط يا فندم. عشان بس الناس تسجل التاريخ عندها من دلوقتي، ابتداء من 19 نوفمبر 8 صباحا. هيبقى الساعه 10 صباح يوم الاثنين 19 نوفمبر هيبدا بقى الحجز. 8 ولا 10 الصبح يا فندم؟ الساعه 10 صباح. 10 صباح تمام. 19 نوفمبر ان شاء الله. والويب سايت www.hdb-reservation-.com. مظبوط يا فندم بالظبط كده. بالظبط. طيب الاسعار ايه يا استاذ هاني؟ حضرتك اتكلمت على اسعار؟ الاسعار انا ما اتكلمتش عليها، بس طبعا الاسعار بتختلف من مدينه لاخرى. سواء كان القاهره الجديده، طبعا مش هتداول القاهره الجديده في اكتوبر او العبور. انا عندي 6 اكتوبر وعندي الشيخ زايد، يعني عندي اكتوبر والشيخ زايد. احنا عندنا دايما الشيخ زايد والقاهره الجديده دول بيبقوا هم التوب دايما عليهم. طبعا بل كتير، ودايما هم مدينتين متميزتين. بيجي بعدهم اكتوبر ثم الشروق ثم العبور. دي وفي دمياط الجديده. ودمياط الجديده طبعا مدينه متميزه برضه، وعلى فكره دمياط الجديده دايما الاقبال عليها بيبقى كبير جدا. ودمياط الجديده مدينه متكامله الخدمات وتتمتع باقبال كتير جدا من المواطنين اللي راغبين فيها. والمنيا الجديده. دايما نحط برضه مدينه من مدن الصعيد معانا، دايما نحط المنيا الجديده او غالبا، لان هي برضه المستوى الاجتماعي فيها مرتفع وبيرغبوا. طب معلش يا استاذ هاني والنبي، عشان انا بس عندي يعني نعم. يعني في شباب زمايلي بس على وش جواز او يعني متجوزين وعايزين يتجوزوا تاني غالبا، فبيسالوا بس على الاسعار في مشروع جنه، فيعني بس حركهم. لا ما هم شباب صغيرين بيروحوا على الاسئله الاجتماعي يا فندم. كلام واضح يا فندم. هم ما شاء الله بيقبضوا كل يوم، عايزين يسكنوا في الفاخر يا فندم، هم حرين. لا الـ 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 ممكن دلوقتي على فكره يدخل على موقع دلوقتي حالا هيلاقي كراسي البيوت كلها بالاسعار، انما طيب. انا بقولت الاسعار تختلف المدينه لو. يعني اللي يدخل على الموقع ده دلوقتي كل التفاصيل. يعني مش يعني الموقع مش هيبقى اكسسبل ابتداء من 19 نوفمبر، بس هو من دلوقتي الموقع مفتوح بالتفاصيل. الموقع مفتوح دلوقتي، بيدخل يشوف كراسي الشروط. حلو قوي. ويجهز بياناته ويبدا يحمل اوراقه ويبدا يروح ياخد رقم سري عشان يدفع بيه المقدم الحجز. الناس دافعه مقدم الحجز ازاي؟ وبعدها بقى من يوم 19 هو ده اليوم الفيصل الساعه 10 اللي يبدا هو اللي ياخد. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر، بالتوفيق ان شاء الله. بتعملوا شغل محترم يا استاذ هاني، واحنا كتير بنتكلم على الحاجات اللي بتتعمل، وحدات الاسكان اللي بتتعمل دي كلها، الكومباوندز والمدن دي كلها. فكره انه اكون ساكن في كومباوند او في مدينه ما بقتش مقتصره فقط على المقتدر ماديا قوي، يعني لا، يعني في ناس من طبقات اجتماعيه ربما بسيطه تقدر دلوقتي تنقل لمستوى حياه تاني عن طريق تسهيلات كتيره زي ما استاذ هاني شرح، واحنا عارفين من زمان تسهيلات لمده دفع وسداد 20 سنه قدام. يعني دي كلها حاجات الحقيقه اعتقد ان هي مختلفه وبدات تبان قوي في الكام سنه اللي فاتوا دول. زميلنا الكاتب الصحفي الاستاذ هاني يونس، مستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم. خلينا نروح